لقد أولينا منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة العمانية في مسيرة النهضة المباركة، ووفرنا لها فرص التعليم والتدريب والتوظيف، ودعمنا دورها ومكانتها في المجتمع، وأكدنا على ضرورة إسهامها في شتى مجالات التنمية، ويسرنا ذلك من خلال النظم والقوانين التي تضمن حقوقها وتبين واجباتها. من أكتوبر من كل عام يوم للمرأة العمانية، ما هو إلا يقينا من مولاي حفظه الله بأن المرأة العمانية تمتلك كل المقومات وكل القدرات التي تمكنها من الإسهام الإيجابي في التنمية الوطنية، طبعا في شتى المجالات. لمولاي كل الاعتزاز وكل الامتنان لجعل هذا اليوم يوم للمرأة العمانية. أشكر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لإعطائه الفرصة للمرأة العمانية بأن تبذل قصارى جهدها في بناء هذه النهضة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم له الصحة والعافية، وأن يقدرنا نحن كعمانيات بأن نقوم بالواجب تجاه هذا الوطن الغالي. كما نهنئ معالي الدكتورة الوزيرة دكتورة راوية البسعيدية وزيرة التعليم العالي، وجميع الأخوات الموظفات والزميلات في الوزارة، وجميع المواطنات العمانيات سواء كان موظفات أو أمهات، وكل عام والجميع بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أهني نفسي وأهني كل مرأة عمانية على أرض هذا الوطن بمناسبة يوم المرأة العمانية، وطبعا كل فخر بأن يكون المرأة العمانية يوم خاص بها تحتفي بإنجازاتها في هذا الوطن. طبعا هذه الإنجازات أكيد يعني جاءت نتيجة للدعم المتواصل من الحكومة الرشيدة ومن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. بمناسبة يوم المرأة العمانية، نود التوجه بالشكر إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على تخصيص هذا اليوم يوما للمرأة العمانية للاحتفاء بمنجزاتها وبدورها في بناء النهضة العمانية. ونود أن نهني أنفسنا ونهني جميع النساء العمانيات على هذا اليوم، وندعوهن إلى وقفة تأمل لما تم إنجازه من النساء العمانيات ممن سبقننا من النساء العمانيات من ربات بيوت وأمهات وعاملات، وأن نتأمل دورنا نحن الآن في بناء عمان أفضل وغد أفضل للعمانيين جميعا. فيوم مرأة عمانية سعيد. في هذا اليوم لا يسعني سوى أن أقول بأنه يكفيني اعتزازا بأن أكون امرأة عمانية في ظل القيادة السامية لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه، فهذا بحد ذاته أكبر تكريم وفخر لنا كنساء عمانيات، حيث حظينا بدور ومكانة في كل المحافل. كل عام وكل امرأة عمانية في تقدم ونجاح. بالنسبة للمرأة، يوم المرأة العمانية 17 أكتوبر يمثل جانب من العطاء المرأة العمانية سواء محليا وفي المحافل الدولية. في المرأة العمانية الآن تعمل بعطاء مقطع النظير، فهي تمثلنا في المؤسسات الحكومية وأيضا المؤسسات الخاصة، كما أنها تسعى للمشاركة والتمثيل للمرأة العمانية خارج السلطنة. المرأة العمانية إنجازات متحققة وطموحات مشرقة. استطاعت المرأة العمانية أن تخرج من عزلة العادات والتقاليد المفروضة والتي تخص العمل القيادي والمجتمعي للرجل دون المرأة، واستطاعت بقدرتها الكامنة والكاملة أن تساهم في عملية البناء في النهضة المباركة التي تولاها ويتولاها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وأن تساهم في عملية البناء في كافة القطاعات وفي كافة المجالات في سلطنة عمان، سواء كانت السياسية والإبداعية والأدبية والاقتصادية والاجتماعية.
فنهنئ المرأة العمانية على يومها الذي خصص لها في هذا اليوم، حيث أنها أتاح لها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأطال في عمره بأن يكون لها هذا اليوم، وذلك بما تمتعت به من خصائص إنها تدربت وتعلمت وتوظفت وأصبحت مسؤولة في الدولة، وشاركت المرأة من غيرها من النساء في المحافل الدولية والعربية.